السلام عليكم الأخوات والإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا إن شاء الله في صحة جيدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة مجربة، واحد الوصفة اللي هي قديمة بزاف بزاف، ولكن عندها واحد المفعول سحري في علاج التشققات اللي كتكون في القدمين. هاد الوصفة هذه مكونة من جوج ديال المكونات. المكون الأول وهو الشمع. أنا عندي على هاد الطريقة هذه الشمع، ما عنديش داك الشمع اللي كيكون طويل. عندي هذا، فرغته من هاد ال... كيكون كيكون وسط هاد ال... وسط هاد ال... الدوائر. حيدتهم بالموس، شديت سكين وخرجت هذا الشمع، هذا خرجته من هنا. صافي، اذا المكون الاول هو الشمع. نتوما الا لقيتوا هذاك الشمع اللي كيكون داك الشمع اللي كتكون طويله، استعملوا واحد الشمعه. انا هنايا عندي غير هادو اللي صغار، غادي نستعمل منهم واحد ثلاثه ولا اربعه على هذا الشكل هذا. اذا هما هادو دوك الشميعات على هذا الشكل هذا. المكون الثاني وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون، الويل دوليف، نعنا، ان بوجي، تكون واحد البوجي، ان غروند بوجي، سينو اون برون دي بوتيت كوم سا، اون برون 4 او 5 كوم سا. اذا الطريقه باش غادي نصايبوا هذه الوصفه هذه، غادي نشدو واحد الاناء، وخصنا الماء يكون سخون باش نذوبوا هذا الشمع هذا في حمام مريم. غادي ندير الماء الساخن، خصنا هذا الشمع هذا يذوب على هذه الطريقه هذه. صافي، هنا غادي نخليه واحد شويه يذوب في حمام مريم، وغادي نضيف ليه زيت الزيتون. صافي الاخوات، ها هو داك الشمع راه ذاب. دابا غادي نبدا نزيد ليه زيت الزيتون مع التخليط مع الخلط. شفتوا كيفاش كيولي؟ هذا دغيا كيجمد هذاك الشمع، خصنا نزربو عليه باش ما يجمد لينا. صافي، كنخلطو مزيان حتى كيتجانس هذاك زيت الزيتون وهذاك الشمع. صدقوني الاخوات، هاد الطريقه هذه راه زوينه بزاف لهذوك التشققات اللي كيكونوا في القدمين، راه كيحيدوهم نهائيا. شتو كتكون على هذا الشكل هذا، شتو كنحصلوا على واحد الخليط على هذا الشكل. نتوما ضاعفوا الكميه، ضاعفوا الكميه على حسب التشققات. الا كانت كاينه تشققات اللي هي قليله، يعني غير كميه قد هذه اللي غادي تكفيكم. الا كانوا تشققات يعني كثيره، وتشققات يعني على حسب، كاين اللي كتكون فيه تشققات اللي كتكون مويه، كاين اللي كتكون فيه تشققات اللي هي شويه صعيبه، خصو يداوم على هذه الوصفه هذه حتى تختفي هذيك تختفي تماما هذوك التشققات. اذا هذه الوصفه هذه كيفاش غادي نستعملوها؟ غادي ديجا تكون الرجلين ديالنا يكونوا نقيين، يعني يكونوا رجلينا مغسولين. غادي نشدو هذا الخليط هذا، غادي نطبقوه على هذيك القدمين، البلاصه اللي فيها تشققات، يعني على هاد بحال هاد الطريقه هذه، يعني راه معروفه الطريقه كيفاش كنديروها على البلاصه اللي فيها دوك التشققات. ومزيان نلبسنا عليها تقاشر جوارب، مزيان نلبسوا عليها جوارب. ولا قدرتوا تخلوا هاد الوصفه هذه، يعني تخلوها النهار كامل في رجلينكم، وفي الليل عاوتاني ديروا نفس الشيء
يعني ديروا طبقوا هذه الوصفه هذه على الرجلين ديالكم، على البلاصه اللي فيها تشققات، وتلبسوا عليها جوارب وتخلوها حتى الصباح. صافي كديروها النهار الاول، كديروها النهار الثاني. من بعد البنات اش كديروا؟ واحد الحاجه اللي مزيانه هي انكم غتشدوا واحد الاناء، واحد البانيو، وغادي ديروا فيه الماء يكون دافي، وغادي ديروا فيه شويه ديال بيكربونات الصودا، شويه ديال بيكربونات الصودا يعني القليل، يعني غير ملعقه صغيره غير مملوءه من بيكربونات الصودا، اقل من ملعقه صغيره. وغادي ديروا فيه كذلك واحد الملعقه ديال الخل، ملعقه الى جوج ملاعق من الخل ابيض. وغادي ديروا رجليكم غادي تحطوهم في هذاك الماء الدافي، غادي تخلوا رجلينكم في هذاك الماء الدافي واحد ربع ساعه. صافي البنات كتنقوا الرجلين ديالكم بالحجره الى عندكم، ولا بهذا يعني الغب ديال الرجلين، الحكاكه ديال الرجلين. صافي كتغسلوا تحكوا رجليكم مزيان، وتعاودوا ديروا هاد الخلطه هذه للقدمين، وتلبسوا الجوارب. صافي هاد الوصفه هذه راهي خلال يعني ايام قليله كتقضي تماما على هذه التشققات ديال القدمين. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك وتفعيل الجرس، بارطاجوا هاد الوصفه مع الاهل ومع الاحباب باش حتى هما يعرفوا هاد الوصفه هذه المفيده لتشققات القدمين عفوا. خليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.